السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن برنامج الهيك ريزرفوار سيموليشن، عنوانها How to add reservoir tool into the model. شلون انا اقدر اضيف الاوبشن الخاص بالريزرفوار؟ هنا عندي مثلا منطقة دراستي اكثر بالريزرفوار، شلون اقدر اثبتهم؟ ريزرفوار واحد، ريزرفوار اثنين، عندي هنا مثلا ريزرفوار خاص بسد كيبان، ريزرفوار خاص بسد الطبقة، سد تشرين او سد الثورة، وكذلك ريزرفوار خاص بسد حديثة. أنا عملي على سد حديثة، فهسه راح نسوي واحد من عندهم. نروح على هذا الأوبشن الصاير بالجانب اسمه ريزرفوار تول، نضغط عليه ده يتفعل يصير باللون الأزرق الأيكون كله، نضغط كنترول اللي هي سي تي آر سي تي آر إل كنترول الموجودة بالكيبورد تقريبا على الجانب الايسر بالاسفل، نضغط عليه، نروح على الريتش الاصلي. انا يعني وين عندي هنا؟ عندي هنا موجود ريزرفوار من هنا الى هنا، اشيل ايدي من الكنترول، اضغط مره ثانيه على النقطه الثانيه، يقول لي سمي، فهسه راح انطي اقول له حديثه ريزرفوار، حديثة ريزرفوار، انشئ لك الريزرفوار. هذا الريزرفوار اللي انشئه تقدر انت تاخذه تسوي بيه ايديت، تغير النيم مالته، وكذلك تقدر تمسحه بشكل نهائي. وبهذه الصيغه نقدر نضيف ريزرفوار في اي منطقه. هنا مثلا عندي ريزرفوار الخاص بسد كيبان، امتد من هنا. وبالمناسبه كل ريزرفوار يسوي لك 2 الى كومبيتيوشنال بوينت، بنقطه البدايه مالته ونقطه النهايه. لاحظ هسه راح اضيف لك واحد ثاني، ايضا اضغط كنترول، بعد ما اضغط كنترول اروح بالمؤشر على الريتش، ضفت اول نقطة، اضيف ثاني نقطة هنا، اول نقطة ضفتها، دور انطي ان اسميه مثلا ريزرفوار 2 ار اي اس اي ار في او اي ار 2، انطي اوكي. لاحظ ايضا خلق له 2 كومبيتيوشنال يعني بوينت، هنا سماهن كومبيتيوشنال 1 كومبيتيوشنال 2، هنا سماهن كومبيتيوشنال 3 كومبيتيوشنال 4. لحد الآن تعلمنا شلون ان احنا نسوي كامل هذه الخطوات وشلون نضيفهم لمنطقة الدراسة، اللي هي محاضرتنا لهذا اليوم How to add reservoir to study area in hake reservoir simulation. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناة، ان شاء الله نلتقيكم بالفيديوهات اللي بعتها، وهو خاص بشلون اني انشئ للووتر شيت configuration editor بالفيديو اللاحق ان شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار من هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة تقدرون تتركوني تعليق، إن شاء الله نجاوبكم. دمتم بأمان الله وحفظه.